بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم من مركز المريود للإنتاج الثقافي والإعلامي. نرحب بضيفنا الدكتور الشريف عبد الرحمن ديبس من مركز شباب الفولة، الأمين العام لمركز شباب الفولة. أولا مرحب بك دكتور شريف، عاوزينك في البداية تحدثنا عن رؤية مركز شباب الفولة. طيب، صباح الخير عليكم، صباح الخير على مركز المريود. وأنا بستغل الثانية هذه على إنه أشكر القناة الإعلامية اللي هي قاعد تعكس كل الجوانب بتاعت المركز بالصورة المطلوبة، وقاعد توصلها لنا للمستفيدين أو للمجتمع بنفس الصورة، ونحن شاكرين له شديد على الخدمات اللي قاعد يقدمها لمركز شباب الفولة. مركز شباب الفولة هو مركز شباب الفولة باعتبار إنه هو مؤسسة شبابية. المركز بيضمن لنا كل الجوانب الشبابية من رياضة، ثقافة، فن، سياسة، أي جانب هو الشاب، أي شاب شايف إنه في واحد من الجوانب دي حيلقى نفسه أكيد في مركز شباب الفولة. من أهداف مركز شباب الفولة تعزيز وتمكين قدرات الشباب، مساعدة الشباب على إنهم يقدروا يديروا العمل النقابي في 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 المؤسسات بطريقة متمكنة شوية. بالإضافة إلى ذلك، المركز هو بيدعم كل الجوانب الشبابية يعني. فإن شاء الله نحن بنعمل للمستقبل القريب إنه أي شاب في مدينة الفولة هو يكون جزء من مركز شباب الفولة، على أساس إنه يقدر يحقق أو ينجز أهدافه وأحلامه عبر المركز إن شاء الله. طيب الدكتور شريف، بما إنك ذكرت إنه مركز شباب الفولة يحتوي على جميع الأنشطة سواء كانت سياسية أو رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، الأمانات أو الحاجات اللي بتضمنها مركز شباب الفولة، ممكن تدينا نبذة عنها؟ طيب، في المكتب التنفيذي، في المكتب التنفيذي لمركز شباب الفولة هو بيضم ما يقارب 19 أمانة، على أساس إنه نحن دارين أي أمانة هي تكون عندها مهامها والاختصاصات بتاعتها يعني منفردة عن الأخرى. فالأمانات عديدة جدا يعني، إحنا عندنا الأمانات المعروفة هو الأمانة العامة والاجتماعية والرياضية والثقافية، بالإضافة للإعلامية، بالإضافة للأمانة المرأة مدينا أمانة براءة برضو، بالإضافة إلى شؤون الدار وشؤون العضوية، في هذه الأمانات الموجودة عندنا حاليا في مركز شباب الفولة. طيب دكتور شريف، حاليا نحن على صدد مشاريع جاية أو مشاريع حاليا أنتوا بتنفذوا فيها، ممكن تحدثنا عن المشروع حاليا القائم؟ المشروع حاليا قائم، ونحن أطلقنا عليه مشروع نفير الحلة. المشروع هو بيستهدف ما يقارب 15 حي داخل مدينة الفولة، عبارة عن إصحاح بيئة، برنامج توعوي صحي، وبرنامج ثقافي في أي حي بتكون البرامج متتالية في نفس السياق ده. بعد الأحداث المؤسفة اللي حصلت لمدينة بابونوسا، اضطرينا نعمل توسيع وإضافات في المشروع، فضمننا المراكز بتاعة الإيواء ضمن الجانب بتاع إصحاح البيئة. وزي ما شايفين نحن حاليا في مركز الإيواء الحياة البرية، حملة بتاعة أصحابية الشباب هسه شغالين فيها. والمشروع ده نحن منفذينه معانا مبادرة إعمار شباب الفولة. فأنا بالنسبة لي إنه ده الجسمين شبابيين حاليا هم الموجودين في مدينة الفولة، مركز شباب الفولة ومبادرة إعمار شباب الفولة، هم أكبر جسمين شبابيين في مدينة الفولة حاليا، هم مشاركين في تنفيذ المشروع. أوكي دكتور شريف، بما أنك ذكرت أحداث مدينة بابانوسة والمؤسفة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام والأمان للبلاد. عندكم رؤية لأنكم تضموا شباب مدينة بابانوسة معاكم سواء كان في الأنشطة تحت المركز أو أنشطة شباب إعادة إعمار مدينة الفولة؟ حاليا نحن الأهداف حقتنا والحياة التحركات هي ما بيجسمات يعني، حاليا المشروع ده هو عبارة عن تنفيذ عبر المركز ومبادرة إعمار. أما مراكز الإيواء حاليا متواجدين فيها شباب الفولة كلهم بكل أطيافهم المجتمعية من مدينة الفولة، هم متواجدين في مركز شباب في مراكز الإيواء عفوا. شباب بابونوسا هم عندهم غرفة طوارئ شباب بابونوسا، نحن حاليا في تواصل ما بين شباب طوارئ بابونوسا وشباب الفولة الموجودين على مستوى اللجان حقت مراكز الإيواء، فالتنسيق هو بيكون بالنسبة للاحتياجات اللي هي ناقصة في مراكز الإيواء الأخرى، مثلا أمشاك،
بوطة وغيره وغيره من المراكز يعني خارج مدينة الفولة. احنا بننسق مع الشباب ديل على اساس انه بنشوف الاحتياجات الناقصة وين الموجود عندنا بندي لهم هم الموجود عندهم الاحتياج كده يعني في تنسيق ما بين غرفة طوارئ الفولة غرفة طوارئ بابونوس عفوا واللجان المتوزعة على مركز على مستوى مراكز الايواء في مدينة الفولة. اوكي دكتور شريف، اذا لا قدر الله وحدثت تلك الأحداث في مدينة الفولة، كمركز شباب الفولة هل عندكم رؤية لدرع تلك الأحداث أو للتصدي لها؟ بخصوص خطة الطوارئ دي والله إحنا آملين إنه الموضوع ما بيقتصر على مركز شباب الفولة بس ولا على جسم معين، الحاجة دي بتخص كل شباب الفولة. فأنا في السنة دي بناشد الشباب على اساس انه كلنا نتماسك في اللحظات دي، وزي ما تضامننا مع اهلنا في بابونوسة حاليا وكلنا شغالين في في فيما يخص الاحتياجات بتاعتهم وتوفير الحاجات دي، احنا لابد انه نقعد كشباب الفولة بكل اطيافنا يكون عندنا رؤية واضحة او خطة ما يعني الحاجة لو اذا بقت الحاجة دي في مدينة الفولة اللي بيحصل شنو. كلنا كشباب لازم نتظاهر ونقعد ونتماسك على اساس انه نكون عندنا رؤيه واضحه لخطه الخطر انه اذا حصلت الحاجه من الفوله. في الخدمة دكتور شريف، هل عندك رساله انك توصلها لشباب مدينه الفوله بصوره عامه ولشباب الوافدين الموجودين في مراكز الايواء بمدينه الفوله؟ طيب الارشاد اللي هو الوصيه اللي ممكن اوصي بها الشباب يهون نفس التوصيه اللي قبل شويه، بس حاضيف عليها انه الشباب احنا في الفتره دي يعني دي الفتره بتاعتنا، المجتمعات كلها هي محتاجه للشباب في الفتره دي، وروح العمل الطوعي هي دي الحاجه الموجوده في الفتره دي. يعني احنا نحاول بقدر الامكان نشتغل بانسانيتنا ونتجاوز المساله بتاعت الماديات، وعلى اساس انه اي حاجه اللي تكون مدفوعه انت تحرك بدورك، شوف محل الشباب قاعد تشتغل وين بروح الطوعيه بتاعتك، تعال اشترك معاهم واشتغل معاهم وحاول قدم خدمات على اساس انه الحاجه دي هي يعني احنا في يوم من الايام ممكن تكون جزء من نكون جزء منها يعني، فبرضه حنكون مضطرين او نحتاج نتعامل مع شباب تاني على اساس انه هم يقدموا لنا نفس الاحتياجات او تفاصيل زي دي. فالشباب انا ان شاء الله يعني بتمنى انه الشباب كلهم يكونوا موجودين على مستوى مراكز الايواء، على مستوى الاحياء، على مستوى اي حته، على اساس انه الشباب هم الفتره دي حقتنا، فلا بد انه يكون في عمل طوعي بصوره جاده يعني. إذا شكرا جميلا الدكتور شريف عبد الرحمن ديبس الأمين العام لمركز شباب الفولة الذي كان معنا في لقاء عبر مركز المريود للإنتاج الثقافي والإعلامي. كنت معكم أماني عبد الرحمن ضيف الله.